احنا الان في ده حصريا ولقاء حصري بداخل قريه صفت تراب التابعه لمركز المحله، القريه التي تم عزلها منذ ايام بعد ظهور حالات اصابه بفيروس كورونا، وارتفع عدد الاصابات بها لاكثر من 34 حاله حتى الان. نحن الان امام مبنى الوحده الصحيه بالقريه، وكما تشاهدون الان هناك سيارة إسعاف داخل الوحدة لنقل إحدى حالات الاشتباه المخالطة لحالات الإصابة، وتم نقلها وتجهيزها في سيارة إسعاف مخصصة، وقامت فرق التعقيم بتجهيزها وتم إدخالها على سيارة الإسعاف بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة مع الحالة، وجاري نقلها الآن إلى مستشفى صدر المحله للتعامل مع الحاله وفحصها وسحب العينات الخاصه بها وارسالها لعامل وزاره الصحه لبيان اصابتها بالفيروس من عدمه. يمكن القريه بتشهد يعني اعمال تشهد حاله طوارئ شامله في جميع القطاعات. القريه جميع مداخلها ومخارجها مقفوله بمعرفه رجال الامن. هناك حاله من الخوف والقلق داخل القريه بين الاهالي بعد ارتفاع حالات الاصابات في 34 حاله. قوات الشرطه اغلقت جميع مداخل ومخارج القريه بالصدادات الحديديه، كما تشاهدون الان سيارات الاسعاف تنقل الحاله لحاله الاشتباه من الوحده الصحيه بقريه سكه تراب الى مستشفى صدر المحله للتعامل مع الحاله. هنا يعني حاله طوارئ بين الكوادر الطبيه من الجيش الابيض من اطباء وتمريض وفرق الترصد لرصد الحالات بالقريه وفحص المخالطين للحالات ونقلهم للوحده الصحيه لفحصهم والتعامل معهم واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه حيالهم. ومعانا الان احد الاطباء المشاركين في العمل التطوعي بالوحده الصحيه في تراب. اتفضل هنا. بس استفنى بعد اذنك، صوتك بس بعد اذنك عليه شويه. دكتور محمد الحسين دلوقتي الطب الوقائي فريق التراصد. احنا هنا حاليا في مستشفى صفت تراب القريه المعزوله. انا حابب بس ابشر الناس وحابب اقول للناس يا جماعه بعد اذنكم انشروا الايجابيات، الموضوع مش سلبي. احنا وصلنا للحالات في مكان كتير في الاول دلوقتي بعيدا عن حاله واحده بس. عايزين اقول لحضراتكم يا جماعه بعد اذنكم ساعدوا الناس. معانا هنا اطفال من الكادر الطبي، معانا اطفال من سيارتنا، ومن دكاتره من مراقبين صحيين. المراقبين الصحيين اللي معانا هم الاطفال الحقيقيين الموجودين، هم اللي بينزلوا بيقدروا يحصروا الاعداد المخالطه، بيقدروا يعملوا مربعات وبيساعدونا وبيساعدوا فريق التراصد ان هم يقدروا يكتشفوا الحالات بسرعه. بالنسبه للطب الوقائي احنا دلوقتي موجودين قدام مستشفى صفت تراب. ظبطنا كل الشغل اللي عندنا جوه، تابعنا مع العلاج الحر، بدأنا نعمل اللي هنا للناس ونساعدهم جوه المستشفى. انه حد يا جماعه انكم كلكم تلتزموا بالحجر الصحي، كل الناس لازم تلتزم بالبيت. قدرنا هنا تبع تعليمات دكتور سيد قعود مدير الاداره اداره تاني المحله ان احنا نقدر نعمل للناس هنا كاستمر كير، لدرجه ان احنا لغايه دلوقتي مع شغلنا ومع الترصد ومع رصد الحالات المخالطه ورصد اعداد المخالطين واكتشافات الحالات الاشتباه واكتشاف الحالات الايجابيه، ان احنا بدانا حتى الناس اللي بتصرف العلاج الشهري او الناس اللي ليها البان او الناس اللي ليها اطفال، احنا بنستلم هنا الاستمارات من ممر التعقيم اللي موجود في المستشفى، وبنقدر ان شاء الله نجيب لهم الحاجه. بالنسبه للمستلزمات الوقائيه، المستلزمات الوقائيه متوفره في المستشفى من هنا لغايه 4 أو 5 أيام قدام، وكل يوم بتجي من المديريه ومن الاداره ومن تبرعات الاهالي صفت تراب على قلب راجل واحد. الحمد لله دلوقتي وصلنا لمرحله فيها شيء من الاستقرار دلوقتي. الدنيا بدأت تهدى خالص في صفت تراب دلوقتي. عندنا المجتمع المدني في صفت تراب دلوقتي، الناس واهل صفت تراب الناس الخيرين بدأوا دلوقتي ان هم يعوضوا اي نواقص موجوده، سواء مطهرات او حاجات معقمات او اي حاجه من الحاجات اللي هي زي كده بقى ايديهم معانا دلوقتي. احب اطمن الناس ان كل حاجه ماشيه بالتعاون مع الاداره الصحيه تاني المحله وبالتعاون مع المجتمع المدني. مفيش اي حاجه دلوقتي يعني نقدر نقول ان هي فيها مشاكل، اي مشكله دلوقتي بنظهر بنحاول نحلها. اكيد في بعض المشاكل واكيد في بعض النواقص احنا بنحاول ان احنا نتفاداها وكل حاجه. النهارده في عندنا فريق عمل من الاطباء دلوقتي موجودين، اهل القريه دلوقتي الاطباء بتوعها هم اللي شايلينها دلوقتي، هم اللي منظمين العمل بتاعها.
فيش حد طبيب من بره جاي شايل البلد غير هم بس دلوقتي، وتوفر لهم كل الامكانيات اللي هي موجوده وهي المنوطه بيهم دلوقتي موجوده معاهم حاليا دلوقتي في الوقت الحالي. احنا في عندنا دلوقتي كم هائل النهارده حضرتك يمكن داخل الاستاذ مصطفى شفت فيه بوابه التعقيم دلوقتي، ودي حاجه جديده برده موجوده في اول قريه تبقى موجوده في صفحه تراب، دي تم برضو عملها من اهل البلد ومن الناس الخيرين في البلد عملوها بحيث ان هي تقلل على قد ما نقدر نسبه العدوى ونسبه التلامس، ما يبقاش فيه اي حاجه. اصبح النهارده في تحديد بنعمل عاملين عمليه فرز داخل الوحده بحيث المريض قبل ما يدخل جوه الوحده داخل المبنى بيتم فرزه كلام من ده، هل عليه اعراض او ما عليهوش اعراض. الى حد ما دلوقتي بدات الاسعاف دلوقتي تنتظم، بدات تيجي دلوقتي، بدات الدنيا تهدى شويه، فالحمد لله دلوقتي كل حاجه ماشيه على قدم وساق ان شاء الله، ومعاونه اهل البلد ومعاونه الاداره الصحيه ومعاونه كل القائمين على العمل في الصحه ان شاء الله.